صباح الخير عليكم، شو احوالكم؟ ان شاء الله مع الصحه لاباس الحمد لله يا ربي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم مش راح نديرو فطورنا اليوم تشكتشوكا اسبانيول. ها هي دوك نوريلكم. هنا ندير البطاطا تشكتشوكا اسبانيول، درت الفلفل والثوم والطوماطيش، قطعتهم كلش طويل طويل. شوف الفلفل كيفاش قطعته والطوماطيش كيفاش قطعتها والبطاطا والثوم والحار. فوالا البصل هو دوك كي نقطعو نديرو يتقلى، كي يبدا يذوب البصل نرمي كلش هادو باسكو يذوب الخف طيب. فوالا يسموها تكتوكة اسبانيول. فوالا كيما راكو تشوفو هادي تكتوكة اسبانيول بزيت الزيتون. هاهي سنخلطها لكم من الشكل داك تشوفو. شتو كيفاش تجي هايديك؟ فوالا دوكا حنا نحطو هنايا، شوفو نديكم هاي هنايا باش تشوفو. فوالا هنا عندي شوية زيت زيتون، شوكة بزيت زيتون تجي تهبل. فوالا نكملها كامل هادي. هنايا نزيد لها شوية زيت نورمال، نزيد لها شوية زيت يا ربي. دوكا عندي هاد زوج حبات بصل نديرهم، نديرهم كيفاش نقطعهم طويل طويل. دركا فوالا ها هي كيفاش قطعت البصل، قطعته طويل 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 كما راكم تشوفوا. اهو ها هو كيفاش قطعته، شوفوا طويل. دركا درتو شويه زيت زيتون، زيت عادي. دركا نديرو شويه في الكحل، عندي هاد التوابل هادو راح نديرهم. شويه تاع التوابل هادو سيبقاتي كاينين، شويه تاع عكري تحليهم هكا. شوية تاع عكري، يتلصقو، وشوية تاع قرفة، شوية 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 شوية، على فم المغرفة، هايليك على فم المغرفة، هايليك، هكدا نتابعها ونسقمها، ونشعل عليها. نجيب الكويار كبيرة، والملح نسيتو، فوالا كيما راكو تشوفو. هاهي نخليها على نار قليلة باش يدوب، باسكو البصل درتو طويل، فهمتوني؟ البصل درتو طويل. تقلا في لي زيبيس تاعو تجي بنينه بنينه بنينه. هكا حنا واش نديرو؟ نقصو النار ونغطو عليه. نقصو النار ونخلوه، وانا هادو نحطهم بجهه نغف فيها الثوم طوماطيش وبطاط، طوماطيش بطاط، ثوم فلفل هكا طويل،
طماطم هكا طويله، والبطاطا هاي ديك اوندي، فوالا توم طوماطيش وفلفل وتوم وبطاطا. شوفوا خلطها لكم، خلطها لكم باش تشوفوا، باش تبصكوا تشوفوا. فوالا وفوق قرن فلفل حار نسيت. شوف كيفاش تجي كلش طويله، تجي هايله تجي هايله. خلطي كلش هكذا، كي يبدا يدوب البصل باسكو قطعناه طويل طويل، كي يبدا يدوب في التوابل تاوعو في ليزيبيس تاوعو، حنا واش نديرو؟ نرمو كلش ونغطو عليها ونخلوها على نار قليله. حتى البطاطا فيها هاي درت انايا حبه كبيره وحبه صغيره، يعني حبه كبيره حبه صغيره، هاني ماشي كتجي بزاف بطاطا، جوست ابان هكذا خير ما دارو تقلو وتحطو لداخل. هاي ديك تاع صيفي وغاكين بون سالاد. حنا واش نديرو؟ نخلوها البصل يدوب في التوابل تاوعها، ومن بعد من بعد نعاود نولي ليكم ونشوفو كذا في نيسا. فوالا شوفو البصل كيفاش داب دركا، كيفاش تحمر. دوكا حنا واش نديرو؟ نرمو كامل هادو اللي كانوا. شوف تو بطاطا طابو الشهيدة شكرا. دوكا نخلطو بصل هذيك الطوماطيش تلق لنا الماء، وخلوها على النار قليله مع الثوم فوالا فوالا. نوريها لكم، نوريكم دوبخي كيفاش راهي. هاي ليك شتو نديرو؟ لا ما لا والو، دوك الطوماطيش تطلق الماء، ها هي الثوم، ها هو كلش فوالا. ونخلوها طيب في غردها على نار قليله. شوفوا النار ها هي قليله فوالا. يا كل حلو وكامل مر كل فوالا. كيفاش درت البيض؟ ها هو ها هو يطيب عليها نار قليله فوالا. شتو كيفاش جات فوالا. نقولكم صحه فطوركم وتهلاو في روحكم، ان شاء الله كاش غوسات خفيفه تاع الصيف نديروها معاكم، وصحه فطوركم وبقاو على خير. فوالا اليوم هذا هو فطورنا، يعني فطور خفيف وظريف سهل تاع الصيف. فوالا بقاو على خير.